Hello my viewers and welcome back to my channel. Assalamu alaikum الغزالات ديالي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. Welcome back again. Yes, I'm back again in another video. بحال كنقول لكم ديما ولكن هذه المره ما طولش والبارح درت لكم فيديو واليوم هانتوما كتشوفوني. توحشتكم بزاف وتوحشتكم بزاف بزاف بزاف. داكشي علاش قررت انني ما غادي نحاول ان شاء الله ما نبقاش نغيب وما غنطولش. اشوفوا جوج تحواقي باش نديرهم ونسيت ما درتهم. شنو رايكم نديرهم ولا بلاش؟ صافي بلاش، اصلا الشعر هابط ما يبانوش. المهم خرجنا على الموضوع. انا ديما بحال هكايا. المهم كي دايرين لاباس عليكم؟ صحتكم بخير، وليداتكم بخير. ندخلوا في صلب الموضوع. الموضوع ديال اليوم كما كتشوفوا لتحت في العنوان هو على الشعر، على hair. موضوع اي بنت اي حاجه، اي بنت يعني ممكن يكون كنختلفوا في الاهتمامات ديالنا بزاف، ولكن كلنا تنتفقوا اننا تعجبنا يكون عندنا واحد نوعا ما واحد الشعر زوين. شعر ما نقولش طويل ولا قصير، كل واحد الذوق ديالو، ولكن اهم حاجه يكون صحي، يكون فيه واحد اللمعه زوينه، ويكون ما كيتسقطش، يعني ما يكونش عندنا فراغات في الشعر ديالنا. اي بنت كتحلم بهذا الشعر هذا. المهم حتى انا واخا شعري يعني مزيان الحمد لله وكنتهلا فيه وكلشي، وديما كنطمع انه يكون احسن واحسن واحسن. سو اليوم جبت لكم ماي توب سيكريت. ديما كنشارك معكم الاسرار ديالي، وقلت خصني ضروري نشارك معكم هاد الوصفات هادو اللي انا هذه تقريبا فتره وانا كنجرب فيهم، وصقت وحده فيهم، يعني كنت كنجربها هذه تقريبا اكثر من 3 شهور، وقلت ضروري 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 غادي نشاركها معكم لانه البنات عطاتني واحد النتيجه. اول مره كندير وصفه طبيعيه وتعطيني نتيجه دغيا. المهم كاين البنات دابا اللي غادي يديروا سكيب 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 باش يشوفوا شنو هي الوصفه. جات keep watching، انا غادي نوريكم الوصفه وغادي نشرح لكم عليها شويه بشويه. لكن سو اول مره كتشوفوا الشانل ديالي، انا اسماء مغربيه مقيمه بالمانيا، وهذه قناه مغربيه في المانيا. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. ما تنساوش ديروا ليا فولو ولا سبسكرايب ولا تابوني باش هكا يوصلكم كاع الفيديوهات الجديده، لانه guys I promised you كاينين فيديوهات غادي يكونوا زوينين. او ماي جاد دخلت لي شي شعره في مي. عليه دابا هذا الفيديو ديال الشعر، غادي نبقى ناكل الشعر. غادي نبدا اول حاجه بالانستغرام. البنات اللي ما عنديش في الانستغرام وديما تيقولوا لي اصلا فين غبرتي، وتيبقاو يخليو لي كومنت هنايا في اليوتيوب، دخلوا عندي الانستغرام ديالي تما ما كنغبر شي، غتلقاو هو هذا ايمي اوز او زد. تما كنا كنكون بزاف اب تو ديت، كننشر لكم بزاف ديال الحوايج، وهذا حتى هو الانستغرام ديالي الثاني اللي كندير فيه كاع معلومات خاصه بالفاشن، بالعروض، ابار الفاشن، اي حاجه ديال السيلز كنعرضها هنايا. زائد انني كنشارك معكم اخر صيحات الموضه والاشياء اللي دارجه اند يا. المهم باش تعرفوا اكثر دخلوا فولو مي ذير وتما غتعرفوا علاش كنهضر. اند يا غادي ندوزوا دابا بشكل مباشر الوصفات ديالنا. اوكي الغزالات ديالي، اول حاجه غادي نبدا وغادي نتقاسمها معكم هو واحد الماسك، واحد الماسك البنات اللي صراحه 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 من نهار بديت كنديروا شعري تبدل الشعر ديالي، وصغتو كنتو من الناس اللي كيديروا السوشوار ولا يعني كيصفوا الشعر ديالهم بزاف. انا من الناس اللي ديما كندير سوشوار الشعر ديالي، ديما كنصف الشعر ديالي، يعني ما نقدرش نكون خارجه مثلا نخرج به هكاك، على الاقل كندوز عليه مثلا غير الكيرل اللي كندير هكايا ميني كيرلز بحال هادو اللي داير دابا انا، ما مصيبش شعري غير ندوز عليه الكيرل من التحت وتعطيني هاد اللوك هكايا بيتشي. فالمهم الا كنتي من هاد النوع هذا، هاد الماسك هذا غادي يعجبكم بزاف البنات، زائد انه تيحمي الشعر، تيصلح الشعر المتضرر، وتعطيك واحد الافي ديال اللمعه، واحد اللمعه اللي هي غزاله طبيعيه زوينه. وبزاف منكم دائما كيسولوني على هاد اللمعه اللي في الشعر ديالي، كتقولوا لي اسماء كيفاش هاد اللمعه اللي في الشعر ديالك اسماء، اللوك ديال الشعر ديالك تيبان فلافي وصحي وتعطيكم فوليوم، واحد الماسك اللي غزال بزاف بزاف بزاف. وغادي يكون دابا كيدوز قدامكم. اول حاجه لاباس ديالو البنات هو الروز، كلنا كنعرفوا شحال الروز مغذي،
واحد الحاجه اللي المنافع ديالها كبيره بزاف، لا للشعر سواء الشعر سواء البشره. وانا ديجا كنت شاركت معكم الماء ديال الروز هذه اكثر من عام، عام ونص عامين. الماء ديال الروز من تونرز اللي انا كنستخدمها للشعر ديالي، وتا هي كتساعدني بزاف في الصحيه ديال الشعر ديالي وفي اللمعه ديالو. زائد البنات حتى الروز، الروز اي نوع روز عندكم، ولكن انا شخصيا كنفضل الروز اللي تيكون عالي في نسبه النشا، لانه النشا هو اللي كيكون داك اللي هو اللي كيعطينا واحد العامل مغذي للشعره. فانا هنايا استخدمت الروز ديال تاي، من الاحسن تستخدموا تاي ولا داك الروز ديال الحليب من شغايس، كيكونوا غنيين غنيين بالنشا، ما تغسلوه ما حتى شي حاجه، بحال ما هو غادي ديروه في واحد يعني بول ولا شي حاجه لا كاسرونه ديال الطياب، ديروا ليه ميها وخليوه يتسلق مزيان، يعني ماشي يكون هكا حبه بحبه، لا حتى يتسلق يتعجن، غرضنا به باش يتعجن. وابخي غادي تجيبوه غادي ديروه في واحد الميكسر، غادي تحطوه في واحد الميكسر ديالكم ولا ميكسر يدوي، انا تنفضل هذا حيت كيخدم الامور بشكل اسرع واسهل. وغادي تزيدوا عليها البنات واحد الحاجه اللي انا تنحمق عليها، هو حليب جوز الهند. ولكن حليب جوز الهند ماشي اي نوع، هذا اللي انا مستخدمه كريمي اللي هو فيه نسبه الفات عاليه اكثر من 80 90%، يعني هذا احنا غرضنا بالفات والحليب في نفس الوقت، يعني البروتين اللي فيه زائد الفات اللي حتى هو غادي يغذي لنا غير يطب لنا وغادي يعطي واحد الحمايه وواحد التغذيه عميقه للشعره. غادي ديروا جوج حتى ثلاثه المعالق كبار مع هذا الروز هذا، وغادي تطحنوهم مزيان 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 مزيان، يعني تيطحنوا بشكل يعني يوليو بحال الزبده. هنا ما غاديش نوقفوا في هذه المرحله هذه. هذا الماسك البنات شوفوا، سواء الماسك ديال الروز سواء الماسك ديال الموز، ماسكات اللي كتكون غنيه بالالياف اللي كيكون اصلا هو كيكون فيها الياف وكيكون فيها نشا، فما يمكنش تجيو ديروها للشعر ديالكم. كاين بزاف ديال الناس كيسمعوا الماسك ديال البنانا ولا تيسمعوا الماسك ديال الروز كيمشيو كيديروا كما هو على الراس ديالهم وتيلصق لكم في الشعر ديالكم، تيولي بحال عندكم واحد القشره رقيقه في الشعر ديالكم، وهذا واحد الغلط كبير البنات. ضروري 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 قبل ما ديروا لا ماسك ديال البنانا ولا ماسك البنانا يعني موزه عاديه ولا ماسك ديال الروز، اديروا هذه الطريقه اللي كنوريكم هنايا، هما دوزوها في واحد الزيف رقيق، زيف حنا كنقولوا زيف حياتي ولا دوك الزويفات اللي كنمسحوا بهم الوليدات فمهم. انا هذا واحد من ديال ادل خديته ودرت فيه داك الخليط ديالي وتنعصرو مزيان 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 هكا باش يخرج لكم غير الليكويد اللي هو حتى لكن فيه شويه ديال الالياف ولا ديال النشا، هو اكيد فيه ولكن ما كي هذاك دام انه تصفى وداز من ديك الثوب، ف 100% ما غاديش يلصق لكم في الشعر ديالكم. وعن تجربه اي سوير البنات كنحلف لكم ما عمرني لقيت هذه المشكله. علاش؟ لحقاش من اول مره استخدمت فيها البنان الشعر ديالي تنعقل تنصفيه ضروري، وماشي مصفايه عاديه، حيت الصفايه العاديه البنات كدوز ستيل دوك الحبيبات الرقيق اللي تيبقاو يبانوا لكم بحال القشره وكيتحبكم، وقيله هذا الماسك دار لكم قشره، هو راه ماشي الماسك ابدا، هو يعني ماشي الماسك اللي دار لكم القشره، هو راه الماسك بحد ذاته بقى لاصق لكم في الشعر ديالكم. غادي تزيدوا عليه المكون اللي مؤخرا مؤخرا وليت ام اي لوف ويز كنحماق عليه، هو بيغ دو كاريتي ولا زبده الشيا ولا شيا باتر ولا شيا بوتا، جميع اللغات. المهم البنات زبدة الشيا من انواع ديال الزبدة اللي كتكون غنية 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 بالفيتامينز مينرالز، غنية بالدهون الصحية اللي هو الجود فات اللي كيساعد الشعر ديالكم باش كيمتص واحد الرطوبة طبيعية، زائد انه تعطيكم واحد الويفي هير. بالنسبة للبنات اللي دايرين كيراتين وكيديروا لا بيغ كاريتي، غادي نقول لكم بانها ماشي كتحيد لا كيراتين، ولكن هي بحال كدير لكم واحد الطعجه في الشعر ديالكم. بزاف ديال الناس كيجربوها وتيقولوا ما عرفتش علاش فاش كندير بيغ كاريتي كيتبوكل لنا الشعر، وهي اصلا كيستخدموها بزاف في كاع المنتجات اللي خاصه بالشعر الكيرلي، غادي نوريكم بعد منها هنايا. فديكشي علاش ممكن انا تعطيكم واحد الافي ديال ان الشعر ديالكم كيرلي which is good، انا اي لاف ات، كتعطي واحد الطعجه زوينه في الشعر، يعني واحد بحال واحد التموج، يعني ماشي كيبان ليا هكا من فوق ولا شي حاجه،
ولكن المنفعه ديالها البنات كتكون اكبر من هذا الشيء هذا كامل، فبالتالي كتخليها شي حاجه اللي عاديه جدا انها تعطينا واحد شويه ديال كيرلي هير ولا ويفي هير. سو كما قلت لكم كنزيد هنايا جوج معالق كبارين ديال زبده ديال الشيا، طبعا كندوبها في واحد باماغي. ضروري 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 البنات ما ديروهاش كما هي، حيت الخليط بارد وهي غادي تكون بارده وغادي تكور لكم، ما غاديش تكون لاصقه في الخليط كامل. هذا البنات الخلاصه ديالو هو انه كيراتين طبيعي ولا بروتين طبيعي سوري للشعر ديالكم بالمكونات الطبيعيه في الدار، وانا اكيد كاينه في كل شيء الدور. ممكن بعض الناس ما يكونش عندهم بيغ كاريتي، جيبوها راه ماشي غاليه، ولكن كما كنقول لكم ديما زبده الكاريتي خصها تكون اهم حاجه، اهم حاجه البنات تكون ماشي مكرره غير مكرره. كاين فرق، المكرره كتكون اللون ديالها شفاف، الغير مكرره كتكون صفراء بحال هذه اللي عندي انا، كتكون اللون ديالها جاي صفوريه وكتكون فيها الريحه. المكرره ما كيكونش فيها الريحه، ولكن البنات راه غير كتكون فيها غير الدسم، ما كيكونش فيها البنفيتس ديالها الكبيره كتكون فاش كتكون غير مكرره. وهذا الشيء هذا ديروا ريسيرش ديالكم وقلبوا وغتلقاو بانه عندي الحق في هذه القضيه هذه. سو هذه واحد القضيه بغيت ندير لها منشن باش هكا البنات اللي ما عارفينش يعرفوا. زائد الحاجه الاخيره اللي تتعطيك واحد اللمعه، والبنات اللي عندهم القشره في الراس تنصحهم بها وبشده وبشده وبشده، هي الحامض. ديروا واحد العصره ديال نص حامضه. البنات الحامض ما يمكنش كيعطيكم واحد اللمعه في الشعر خطيره بزاف. زيدوها لهذه الخلطه الا كانت عندكم اي الرجي اي دون نو، الا عندكم شي حساسيه من الحامض ما ديروهاش ما تزيدوش. ولكن البنات زعما لما عندكم شي حاجه، انا وعن تجربه اي سوير عرفتوا البنات واعر الحامض للشعر. انا اول مره سمعت الحامض للشعر مؤخرا، يعني ماشي الفتره هذه، وقلت لايك كيفاش الحامض للشعر، ولكن ماشي الفروه باش تعرفوا بان هاد الوصفه هذه انا كنديرها للشعر ديالي، ماشي ما كنحكش بها الفروه، كنديرها من هنايا لتحت، يعني كنخليه واحد تقريبا هكا سنتيم ولا جوج سنتيم ومن بعد كنديرها. المهم غادي نوريكم كيفاش كندير ابليكاسيون ديالها للشعر ديالي من دابا شويه، غير نكملوا الوصفات وغنديروا غندوزو كيفاش كنابليكيو هاد الوصفات هادو. مهم هنا كما قلت لكم البنات كتكون الوصفه ديالنا واجده، انا كنخليها غير جانس حيتاش كنامن بان دوك الوصفات الطبيعيه الا بقاو غير واحد 5 دقائق مع بعضياتهم بحال كياخذوا الروح ديال بعضياتهم، وتنوليو فيما كنهزوا شي حاجه كيكون فيها من كل شيء، ما كيبقاش داك الشيء كل حاجه في بلاصه، فكنحركها مزيان. لازم 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 البنات تحركوا مزيان 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 هذا الماس، وتخليه واحد 5 حتى 10 دقائق وابخي تخليوه غير برا، ما ديروه لا في الثلاجه لا والو، لانه الا درتوه في الثلاجه الحليب غادي يجمد والزبده غادي تجمد، وهكايا بحال ما درنا حتى شي حاجه، فخليوه غير برا ومن بعد عاد ابليكيوه على راس ديالكم. دابا شويه غادي نهضروا على كيفاش كنابليكيوه. اوكي ثاني حاجه غادي ندوزو ليها، وهي واحد التونر اللي غادي تستخدموه للراس ديالكم البنات، وهذا التونر هذا غادي ينبت لكم الشعر، غادي يخلصكم من كاع الطفيليات، الناس اللي عندها قشره بكتيريا حكا، اللي عندهم الاكزيما في جلد الراس ديالهم، اللي عندهم الصدفيه، مهم صدفيه، اللي عندهم كاع مشاكل جلد الراس، زائد الناس اللي باغيين ينبتوا الشعر واللي باغيين يطولوا الشعر ديالهم ولكن بواحد الشكل اللي صحي، غادي ننصحكم وبشده بهذا التونر هذا اللي المكون الاساسي ديالو هو امله، باودر ديال امله ولا بودره الامله. انا صراحه من نهار اللي اكتشفت هاد البودره هذه ام ان لوف وذ البنات، عرفتي راه شي حاجه اللي اختراع هي. اكيد كاين بنات كيعرفوها، انا صراحه كنت كنعرف غير الزيت ديالها، كنت كنستخدم الزيت ديالها من سنين وسنين، واكيد كلكم كتعرفوا الزيت ديال امله ماشي الاوريجينال، من بعد يعني من قريب، يعني ماشي 6 شهور ولا هذا، بقيت كنشوف كندير ريسيرش ديالي في الانترنت وداكشي، ولقيت الباودر ديال امله، قلت خصني اي هاف تو تراي ات، نجربها ونشوف واش هادشي خاديه واحد، كانت خاديه واحد الضجه كبيره ملي درت ريسيرش ديالي عليها، كلشي كيقول هضره زوينه عليها، كلشي كيمدحها، فقلت خصني ضروري نجربها. البنات صدقوني صدقوني صدقوني، عرفتوا شنو غادي نوريكم هنايا، شوفوا الخلف، شوفوا الخلفه ديال الشعر اللي ناطليه، عرفتوا راه ما يمكنش البنات، شوفوا هنايا ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، شعري كله ولا خلفه، كله ولا خلفه، وانا ما شاء الله يعني شعري ما تيطيحش ليا الحمد لله.
غادي نوريكم الطريقه اللي كنديرها بها. الطريقه ديالها سهله. غادي تذوبوا جوج معلقات كبار ديال باودر ديال املا مع الماء فقط لا خير، وغتزيدوا عليها الجل ديال الالوفيرا الا كنتو عندكم، الا ما كانش عندكم ماشي مشكل. انا غير كنبغي ندير البلوس انه عندي، وعندي كنبغي نزيد الطغ ديال الشعر. المهم الوصفه سهله البنات، جوج معلقات كبار ديال باودر ديال املا، غادي تزيدوا عليها واحد السبراي بارو، واحد قنينة ديال السبراي، تزيدوا عليها الماء، يعني غديروا جوج معلقات وغديروا الباقي كله ماء. الماء يكون فاتر، ما يكونش سخون ما يكونش بارد بزاف باش ما تكورش، المهم يكون فاتر فاتر فاتر. وغتزيدوا عليها معلقه كبيره ديال جل الوفيرا، الا ما كانش عندكم جل الوفيرا ماشي مشكل، غادي ديروا غتخدموا غير كتونر فقط، تخليوها البنات ساعه ساعتين. علاش ما قديتو؟ ما كنصحكمش تبيتوها. انا صراحه اي حاجه كيكون فيها الماء ما كنبغيش نبيتها، كنخاف من الصنان ولا شي حاجه، ولكن الا بغيتو تبيتوها اي دون نو، المهم ما ننصحكمش. انا كنخليها ساعتين ثلاثه، ومن بعد بغيتو تصفيوها صفيوها، بغيتو تخليوها غير تحت، ومهم باش ما تسدش لكم داك السبراي، يا صفيوها يا خليوها كما هي، غير مهم ما تدوزش لكم في السبراي، وديروا بها سبراي للشعر ديالكم كامل. وهنا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كندير الطريقه ديالو. اول حاجه كنرشها في الجذور ديال الشعر ديالي كامل. هاد الوصفه هذه ديال السبراي ديال ولا التونر ديال املا كنديرها غير الفروه ديال الراس، ما كنديرهاش لهنايا، غير فروه ديال الراس فقط. والبنات كاين اللي غيسولوني واش املا كتكحل الشعر؟ ما كتكحل الشعر. كاين ناس كيقول لك كانت عندهم اكسبيرينس انهم كحلات لهم شعر ولا غمقات لهم الشعر ديالهم. كاين ناس كيقول لك لا، انا صراحه شخصيا حسيت بها ما دارت لي حتى شي حاجه لشعري، والوقت اللي كنت كنديرها فيها كان شعري كما كنتو كتشوفوا كان افتح، يعني كان ممكن انني نشوف الفرق، ما دارت لي حتى شي حاجه. ومهم انا هذه التجربه ديالي، انا ما دارت لي والو. قلت لكم البنات غادي ديروها سبراي للشعر ديالكم كامل، وابخي غادي تخليوها يعني تابليكيوها، وبحال كي ينشف بحال كي دايري الحنه ولا الماء ديال الحنه، ديك الماء اون فوا كينشف يعني اون فوا كيبدا كيتشربو الشعر كيقصح الشعر من الفوق، ابليكيوه بسرعه، ومن بعد غدوزو باش تابليكيو هذاك البروتين. انا ديما كندير هاد الكومبينيشن مع بعضياتهم حيت التونر كيدار غير لهنايا، فكنبغي ندير تونر لهنايا شويه كينشف الشعر، كنبغي ندير شي حاجه اللي تطري ليا الشعر ديالي في نفس الوقت. كنابليكي اول حاجه كما قلت لكم تونر، ومن بعد كندوز كنابليكي البروتين ديالي. البنات بروتين طبيعي، شي حاجه اللي غتخلي لكم الشعر ديالكم نازل غير بوحديتو، في واحد اللمعه صراحه البنات صدقوني. انا ملي بديت كنجرب هذا الروتين هذا ما يمكنش غتلقى واحد النتيجه اللي عظيمه ورهيبه، خصوصا البنات كاين الناس شفتو هذا راه كله خلف، البنات اللي عندهم احنا كنقولوا تساقط الشعر وعندهم الشعره ضعيفه، يعني كينوض لهم الشعر ولكن الشعر اللي عندهم ملي كيخلف من بعد، سوري جاني واحد الميساج، الشعر اللي كينوض لهم من بعد كيكون بحال رقيق بحال لاستيك. هاد الوصفه هذه البنات كتسمك لكم الشعره، يعني فريمون كتحسوا بالشعره صحيه سميكه، الشعر كتحسوا به حي، فيه واحد الحياه، فيه واحد الروح زعما، ومغذي متغذي مزيان، وياكل وشرب وشبعان. والله العظيم تيقوني البنات، كنهضر معكم من قلبي از يوجوال، ديما فاش كنصحكم شي نصيحه والله العظيم كتكون من قلبي، وكتكون شي حاجه اللي مجرباها، وماشي نبقى نجي نقول لكم نكذوب. وراه بزاف ديال البنات اللي كيمشيو كيجربوا الوصفات ديالي وتيجيو تيكتبوا لي سواء في الكومنتس سواء في المسجز انهم جربوها وعطاتهم نتيجه، وهذا الشيء اللي انا تفرحني وتيعجبني وتنفرح به، فاش كتقولوا لي بانكم هذه الحاجه عطاتكم نتيجه. اخر حاجه اللي غادي نشاركها معكم هو واحد تريك ولا واحد الحيله اللي غادي تستخدموها بالنسبه للبنات اللي كيتشبك ليهم الشعر. بزاف كيجيني هذا السؤال، ما عرفتش علاش بزاف البنات كيسولوا لي اسما شنو نديرو باش كيتشبك لينا الشعر ديالنا بزاف، وما كنعرفوش نمشطوه شنو نديرو. غادي نقول لكم ديروا واحد الحيله اللي هي ساهله مهله، تاخذوا واحد السبراي بوتل بحال اللي كنوريكم هنايا، وغادي ديروا فيها اي ماسك ديال الشعر عندكم، ولكن انا اي بريفير انه يكون واحد الماسك اللي طبيعي بحال هذا بانانا هير فود ديال غارنييه، هذا من سنوات وانا كنستخدمه وكنصحكم به، والماسك المفضل عندي وما عمرني نستغنى عليه. تاخذوا منه جوج معلقات، غادي ديروهم في واحد الباطل بحال هكايا ولا معلقه كبيره، جوج معلقات صغار ولا معلقه كبيره ما تكثروش، وغادي ديروا الباقي ماء دافئ. يس اتعمروها مزيان وتخلطوها هكا 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 هكا، كنقول لكم كيفاش تخلطوها وشوفوا.
المهم شوف راه من قلبي كنهضر داكشي بالتفاصيل، ومن بعد غادي تدوزوها على البلايص اللي عندكم فيهم تشابك وتمشطوا الشعر ديالكم. شوفوا غادي يهبط لكم الشعر ديالكم في ساع. فوالا الغزالات ديالي، انا عارفه طولت عليكم في هذا الفيديو بالبلا بلا، ولكن والله العظيم كنت هذه والله العظيم الا شي شهر صوروا شهر وانا باغا نشارك معكم هاد الوصفات هادو، وتنقول يوم غدا اليوم غدا مهم داني الوقت وجميع الوقت، وقلت ضروري نشاركهم مع البنات يتهلاو في راسهم ويجربوهم ويقولوا لي النتيجه ديالهم ان شاء الله كي تبدا تشوفوا نتيجه. ما تنساوش تكتبوها ليا في الماسجز ولا تخليوها ليا في كومنت. هذا ما كان الغزالات ديالي، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو كان يكون خفيف ظريف على قلوبكم وكان يكون زوين ويعجبكم. تهلاو في راسكم، ولا كنتو عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش دعموني بلي لايك. فاش كديروا ليا لايك الفيديو تيطلع اكثر للمشاهده وهكايا تتعرفوا عليا ناس اكثر واكثر ويقدروا يستافدوا منا بنات اكثر واكثر واكثر. فما تنساوش وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. عندي دازت الغزالات ديالي، تهلاو في راسكم وان شاء الله نشوفكم فيديو جاي قريبا قريبا قريبا. لوف يو سو ماتش جايز، باي.